السؤال: ما حكم تصوير الحيوانات والطيور ووضعها في البيوت سواء للعبرة بعظمة الخالق أو الديكور؟ نقول: التصوير لا علم عندي بطريقة عملية التصوير هذه بالضبط، لكني أقول بكلام ممكن الإنسان يأخذ منه جواب. إذا كان تصوير الحيوان هو يجري بعد ذبحه ذبحا طبيعيا مريحا له، فإن إراحة الحيوان بالذبح من الأوامر الواردة في الرفق بالحيوان. فإذا كان التصوير يجري بعد هذا فلا شيء فيه. وأما إن كان التصوير كما بلغنا والله أعلم يجري بحقن الحيوان وهو لا يزال في قيد الحياة، مادة تخرج روحه من بدنه رويدا رويدا حتى يظل هكذا واقفا جامدا كما يريد المصبر، هذا بلا شك تعذيب الحيوان لا يجوز. والآن السائل ومن يسمع فليتحقق من هذه العملية ويطبق الحكم على التصوير السابق. إن كان التصوير بعد الإماتة الشرعية والدفن الشرعي جاهز، وإلا فلا. نعم. ارفع صوتك. وغير الأكل؟ أيوه. إذا كان الحيوان فعلا مما يؤكل فلا يجوز ذبحه وإضاعته. هناك حديث، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى الذي يرمي إليه الحديث يلتقي مع المبادئ الإسلامية، وهو نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث الذي أشير إليه وإلى ضعفه هو الذي يتضمن أن العصفور إذا قتله الرجل المسلم ورماه أرضا يأتي يوم القيامة فيقول: ربي سل هذا لما قتلني. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه كما قلنا آنفا مما تشمله نصوص عامة، منها ذلك النص الذي نهى عن إضاعة المال. وعلى هذا فالسؤال الذي سمعتموه يذكرنا في الواقع بمقيد كلامنا السابق، حيث فصلنا أنه إن ذبح ثم صبر فهذا يجوز. هذا التجويز يجب تقييده بما سمعتم الآن جواب السؤال المنبه في الواقع، أن هذا الحيوان إن كان يؤكل فينبحه ثم لا ينتفع منه فهذا إضاعة بالمال، ولا يبرر مثل هذا ذبحه ليصبر إن أمكن تصويره بعد ذبحه لأجل إيش؟ الديكور. هذا ليس مبررا، لذلك يبقى التصوير المذكور إن أمكن إجراؤه بعد الذبح في حيوان لا يتمتع فيه الإنسان بالحلال. هذا ما لدينا بالنسبة لهذا السؤال. نعم. فيجوز إيش؟ ما يبدو لنا ما يمنع من ذلك. تعلم الصيد تقصد يعني غرض هدف؟ نعم، بس هذا أولا ليس خاصا بالحيوان الذي لا يؤكل، بل الأحاديث التي نهى، يقول بالنص نهى أن تصبر الدابة، وطبعا هذا اللفظ يجب أن لا تفهموا بعض المعنى الذي كنا فيه آنفا أي التصوير بمعنى التحنيط،
نهى الحديث يقول ما أن تصبر الدابة. فمعنى التصبير هنا هو أن تؤخذ الدابة وهي حية فتوضع في مكان كهدف تولل ثم ترمى بالسهام أو الحراب. هذا منهي عنه لأنه ممكن التمرن على هدف مادي كما هو معروف في كل نظم الإنسانية اليوم. فالشاهد النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا وغرضا لم يكن بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم، وإنما هو في مأكول اللحم. لذلك لا نجد نحن بالنسبة للحيوان الذي لا يمكن لحمه ما يمنع من قتله وتصبيره، إما تجملا بالنظر إليه إذا كان جميل الشكل أو أي غرض آخر مشروع لا يخالف الشريعة، فلا نرى مانعا من قتله لهذا الغرض. أما الذي خلقه الله ليؤكل فيذبح بالتصبير، فهذا الذي نرى عدم جوازه.